بغينا نجربو كيف ما كتشوفوا راه داكشي كيتسجل هو كيتسجل هنا غنقطعو غيتسجل داكشي اوتوماتيك راه مسجل سي ابراهيم Subscribe now. السلام عليكم ومرحبا بالجميع. كيف ما كتعرفوا حنا كنغبروا عليكم شويه ولكن راه كنجيو بالجديد. اليوم جبت لكم الطريقه الوحيده والحصريه لتسجيل المكالمات بالنسبه للهواتف ديال سامسونج. وكيف ما كتشوفوا هذا الهاتف هذا راه هاتف اطلس 50 5 جي، يعني هاتف اللي يعني من الفئه المعاصره لهذا العصر هذا. وانا متاكد بانه عييتي ما تدور في اليوتيوب وعييتي ما تفرج في لي زابليكاسيون وكاع لي وكاع الفيديوهات تفرجتي فيهم في اليوتيوب، دوك لي زابليكاسيون ديال بلاي ستور كاملين جربتيهم وما قدرتيش انك دير تسجيل المكالمات في الهاتف ديالك. انا كنقول لك خليك معايا، هاد الفيديو هذا غيكون لك وان شاء الله غنوريك كيفاش دير تسجيل مكالمات في الهاتف ديالك. وهاد الطريقه هذه راه كنخدم بها انا للناس، راه في طريقه فعاله، غير هو راه غتحتاج بيس ضروري من الحاسوب و غتحتاج حاسوب والتطبيق باش غنخدمو راه غنخليه لك في صندوق الوصف لتحت وغنخدم بحال هكا ابي الفيديو الطريقه قدامك باش تبقى مطمئن وتشوف كل شيء على عينك. ها انت اخي، بالنسبه للهاتف راه مبرونشي بالكابل مع الحاسوب. البرنامج اللي غنحتاجه هو هذا سامسونج سام اف دبليو في تشولز سام فيو تشولز. دير فيه خطوه سهله وبسيطه، دير فيه خطوه اللي سهله وبسيطه. هذا البرنامج هو سام فيو تشولز ديال فيرسيون 3.31. غادي تمشي للام تي بي، عفوا الاي دي بي، غادي تمشي عند شونز سي اس سي، اش كليك عليها غيبدا يقرا غيبدا يدير تشيكين للهاتف. من بعد غيقول لك عطيني البلد اللي بغيتي انت تشونجي ليه سي اس اس، غنكتبو لي ايكي حيت كيف ما كتعرفوا بان المغرب منع تسجيل المكالمات وداكشي علاش لي زابليكاسيون مبقاوش كيخدمو في الهواتف. حنايا غنشونجيو ليه لا باز ديالو على ايكي. ايكي هي ايكي بيست، هي مصر، ولفنا ايكي بيست الافلام. المهم غنشونجيو حنا على مصر حيت مصر كتسمح بتسجيل المكالمات. غنكليكو على شونجي، غيدير ريدين لي زانفورماسيون ديال الهاتف. ها هو قرا لي زانفورماسيون ديالو في حمايه اس 4 53، غيقول لنا سيرو ديرو نجمه دياز صفر نجمه دياز، غيطلع هاد الطابلو هذا غنقول ليه اوكي راه درناها. من بعد ها هو كيدير العمليه، غيعطيك واحد الميساج ديال اوتوريزاسيون. غندير اوتوريزاسيون انا حيت ديجا درتها، غندير اوتوريزاسيون. غطلع لك واحد الكتابه هنا في اوتوريزي، غندير اوتوريزي وغيعطيونا بانه شونجي سي اس سي تو ايكي اوكي او روبوتين. دونك غنروبوتي الهاتف. المرحله المواليه كما كتشوفوا هاد الفيديو راه غيكون ان شاء الله بلا مونتاج، عفوا غنديرو غدي ما غاش الهاتف فوالا. هو شعل الهاتف، فوالا غنركبو فيه لاكارت سيم، هاهي
كاين اللي غايقول لي فين هو التطبيق ديال تسجيل المكالمات. هذا سيدي ماشي تطبيق، هذا ابليكاسيون لوريجينال ديال التليفون. غتجي هنا وغتدخل البارامتر وطلع لك هاي اونغوجيسترمون دي زاباري، هادي غتكون مطفيه، انت غتردها اكتيفي، غتاكتيفي باش يبداو يتونغوجيسترو لك لي زابيل اوتوماتيك. دابا راه غنجربو وغنعطيو دابا غنصونيو النمره اللي كاينه هنايا. سبعة صفر خمسة تسعود ربعين تلاتة وتسعين تلاتة. ألو السلام عليكم سي إبراهيم، شحياش داير بخير؟ الأمور مزيانة الحمد لله، الله حفظك. صافي بغينا نجربو، كيف ما كتشوفو راه داكشي كيتسجل، هو كيتسجل هنا. غنقطعو غيتسجل داكشي اوتوماتيك، راه مسجل. ها هي ابل لي اونغوجيستري، حنا غنسمعوها. كيف ما شفتوا راه داكشي. عاوتاني حاجه اخرى، كاين اللي غايقول لي فين كيمشي هذا التسجيل، هذا اللي كيتسجل كتمشي سيدي لهنا للستوكاج، كتدخل هنا للستوكاج، ها هي ريكوردين كال، ها هو التسجيل. السلام عليكم. وفيه النمره ديال السيد اللي دويتي معاه، وكيف ما كتشوفوا وكتطلع حتى واحد العلامه هنا بان هذه المكالمه راها مسجله. وتحياتي لكم، كان هذا هو الدرس ديال اليوم. ما تنساوش تبخلوا علينا بشي لايك وشي كومونتير، وتحياتي.